الأسبوع التاني على التوالي هيكون مدخل حلقتنا شاب مصري مبدع، وده بيأكد لنا إن الجيل ده قدر يفهم العصر اللي عايش فيه ويفهم معطياته ويحول الأعمال الإبداعية تبسط الفكرة للمشاهد. وده بالظبط زي ما عمل عمرو سلامة في فيلم زي النهاردة اللي اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات. خلوني اتكلم معاكم النهاردة عن فكرة غريبة وجديدة رصدها الشاب اللي خلى نص شعب مصر تقريبا يبقوا كتاب بسببه. وخلونا نبدأ بالكلام عنه الأول. أحمد مراد خريج قسم التصوير السينمائي في معهد السينما سنة 2001، وطبعا كان الأول على دفعته زي ما كان الأول في حاجات تانية كتير، ونظرا لثقافته الشديدة وكتر قراءته قرر ان هو يكتب في وقت ما كانش فيه اي كتاب في مصر تقريبا غير الراحل العظيم دكتور احمد خالد توفيق، الوحيد اللي تقريبا كانوا الشباب بيقرأوا له في الوقت ده، مع ان كان فيه كتاب تانيين بس كانوا كتاب صالونات وندوات وبعيدين كل البعد عن القارئ العادي. اول رواية لاحمد مراد كانت فيرتيجو اللي صدرت 2007 وتحولت لمسلسل في سنة 2012 بنفس الاسم. بعدها بثلاث سنين كتب روايته الثانية اللي هي تراب الماس، وبرضه تحولت لفيلم اتشهر جدا بعد 8 سنين من كتابتها، بس لحد مرحلة كتابتها كان لسه أحمد مراد مش معروف بشكل كبير. ثالث رواية واللي فعلا عملت نقلة حقيقية مش بس بالنسبة لأحمد مراد لكن ده بالنسبة لمصر كلها، كانت رواية الفيل الأزرق اللي اتكتبت سنة 2012 واللي بعد أقل من سنتين اتحولت لفيلم بنفس الاسم، والفيلم اتشهر جدا زي ما كلنا عارفين. الرواية دي على ما اعتقد وبحسب قراءاتي كانت أول رواية مصرية تتكلم عن فكرة الجن بالشكل ده، ونتيجة لنجاح الرواية دي ومن بعدها الفيلم أصبح مئات المصريين كتاب بيكتبوا في نفس الموضوع وهو الجن وما وراء الطبيعة. فكرة الجن وفيلم الفيل الأزرق مش هما أبطال حلقتنا النهاردة. بطل حلقتنا النهاردة هو فيلم عمل الثنائي أحمد مراد والمخرج مروان حامد اللي أخرج كل أعمال أحمد مراد، وللأسف ما كانش له حظ كبير من النجاح بالرغم من أن أنا بعتبره أهم فيلم للثنائي الناجح ده، والفيلم طبعا هو فيلم الأصليين. فيلم الأصليين تناول فكرة مراقبة الناس ورصد تحركاتهم على مدار اليوم، مش بغرض سياسي أمني أو استخباراتي زي ما كان موجود في أغلب الأنظمة القمعية الشيوعية فترة الستينات، لكن كان بغرض تقييمي. والفيلم تناول الفكرة بشكل مجرد وفانتزي جدا بس بذكاء شديد قدر يوصل لنا اللي بيحصل في العالم النهاردة، وهي فكرة المراقبة الشخصية ورصد التحركات واللي من وجهة نظري بتحصل لهدفين محددين أحيانا بيجتمعوا مع بعض وأحيانا بيكون هدف واحد منهم بس. الهدفين زي ما هنستعرضهم مع بعض عندنا هدف اقتصادي وهدف اجتماعي سياسي. خلوني أبدأ معاكم بالسبب الاقتصادي، وفي البداية نتناول أبسط أشكال المراقبة وهي قاعدة البيانات. أكتر شركات في العالم عندها قواعد بيانات هي شركات التليفونات. الشركات دي بتبيع قواعد بياناتها للشركات التانية، وفي أغلب الأحيان ده بيتم بشكل غير قانوني لأن البيانات الشخصية المفترض أنها بتكون حاجة سرية، لكن كلنا بيجيلنا تليفونات من قسم التلي ماركتينج بتاع شركات سياحة، فلاتر مية، منتجعات وحاجات تانية كتير، بتلاقيهم عارفين اسمك. وقاعدة البيانات عندهم كمان بتكون متفلترة، يعني مش باسمك بس، متفلترة بقى بحالتك الاجتماعية، سنك، مستواك المادي، وده كله بغرض ان هم يوصلوا للعميل بشكل اسرع. مش كده وبس، ده حتى انت نفسك ممكن تطلب من اي شركة تليفونات ان انت تعمل حملة اعلانية لسكان منطقة معينة دونا عن باقي المناطق، او حتى فئة عمرية معينة زي مثلا اعلانات المطاعم الكتير اللي بتجيلنا على موبايلاتنا كلنا. فالشكل ده هو ابسط شكل للمراقبة المعلوماتية الالكترونية وبتكون بهدف الترويج التجاري. تعالوا ندخل على المرحلة الأعلى، وهي ان انت اول ما بتفتح موبايلك او الكمبيوتر بتاعك كل معلوماتك بتوصل للشركات الكبيرة زي مثلا مايكروسوفت وجوجل والشركات اللي شبهها. ده حتى البيانات اللي مش بتكون على الانترنت زي مثلا قائمة الأسامي في الفون بوك عندك. وغير كده كتير مننا بينزل البرامج او الافلام من ابليكيشنز بتتسمى بير تو بير اللي احنا بنسميها برامج تورنتس. البرامج دي عبارة عن برامج تبادلية من الاشخاص، يعني بننزل الافلام او البرامج من كمبيوترات بعض مش من سيرفرز، فبالتالي كل حاجة عندك بتكون مكشوفة للشخص الاخر. طيب ندخل على النقطة المهمة،
من خلال المعلومات اللي بتاخدها الشركات الكبيرة زي ما قلنا من شوية بيبدأ تصنيفك كشخص، وبيزيد على المعلومات الأولية دي المعلومات الأهم، وهي انت بتدخل على جوجل أو اليوتيوب تدور على ايه. هم هنا ما بيهتموش بأخلاقياتك زي ما هنتكلم في الجزء الأخير من الحلقة، لا هم بيدوروا هيبيعولك ايه. والبيع هنا مش معناه بس ان انت تشتري، لا هو ممكن يكون بيكتفي بان انت تدخل الموقع، فالترويج الاعلاني فيه بيعتمد على نسبة المشاهدة، فبيعملوا معاك حاجة او سياسة بتتسمى البوش نوتيفيكيشنز. يعني مثلا اكتشفوا ان انا بدور دايما على لبس، فدايما هيظهر لي اعلانات لمواقع لبس. شخص تاني مثلا غاوي كرة، هيلاقي دايما ان الاعلانات اللي بتجيله هتكون عبارة عن مواقع للكرة. حتى اللي بيشوف مواقع اباحية هيلاقي ان كل اللي بيجيله بيكون في الاتجاه ده، لانه بيعتمد دايما على ان انت يا اما هتشتري يا اما هتزود نسبة المشاهدة. فبالتالي لازم ناخد بالنا كويس جدا ان في كل مرة بنفتح فيها الانترنت كل بياناتنا بتكون مرصودة، وكل واحد فينا له ملفه. وعلى فكرة قائمة الاسامي اللي في الفون بوك اللي اتكلمنا عنها من شوية تهمهم جدا، وده بيكون عشان تقل الاسامي اللي عندك بيتم تصنيفك. يعني على رأي الليمبي، واحد مصاحب على علوكة وقشف كوخة عايزان اطلع الطيار. فهم هنا بالظبط شغالين بسياسة الليمبي، وتقييمك بيعلى لتفاصيل تانية كتير. ممكن نشبهها بفكرة الاي سكور بتاعة البنوك اللي تقييمك بيكون تبعا لمعاملاتك المالية مش لرصيدك، يعني مثلا بتسدد قروضك، بتدفع فواتيرك بانتظام ولا لا، وتفاصيل تانية كتير هي اللي بيتعمل لك منها التقدير بتاعك. وكل ما بيزيد التقدير بتقدر مثلا تاخد قروض اكبر، او يزيد الحد الائتماني للكريدت كارد بتاعتك، او مميزات تانية كتير بتلاقيها. ومن نقطة الاي سكور خلوني ابدأ معاكم اهم نقطة في الحلقة كلها، وهي نظام التقييم الاجتماعي للناس اللي المفروض ان الصين هتطبقه. وده موضوع خطير جدا، وكان ممكن لو فكرنا فيه من 20 سنة كان يبان نوع من انواع الجنون، بس هو حصل وهيتطبق، وخلونا نشرح الفكرة بالتفصيل. بدأت الفكرة من سنة 2007 لما أعلنتها الحكومة الصينية، وكانت الفكرة وقتها إنها هتتم بالمشاركة مع بعض الشركات الخاصة، وإن التقييم هيشمل كل تفاصيل حياتك بداية من أصحابك لعادات التسوق الخاصة بيك إلى آخره، وعن طريقها بيبدأ تقييمك الاجتماعي، وبيكون ليك آي سكور بس مش بنكي لكن شخصي. نظام الاي سكور ده زي ما اتكلمنا من شوية موجود في بعض الدول، مثلا عندنا بريطانيا، بس في بريطانيا هو بيكون بشكل اقتصادي صرف، علشان هناك اغلب الناس عايشة على الاقساط، يعني مثلا البيت بالقسط، العربية بالقسط، لدرجة ان حتى هناك تقييم الكابتن والراكب في اوبر بيدخل في التصنيف. ولما مصر دخلت مرحلة التقسيط المنظم للكيانات الكبيرة زي مثلا مشاريع الإسكان الضخمة، وبدأت فكرة تمويل البنوك لعربيتك مثلا، أصبح في ضرورة في مصر إن تبقى فكرة الآي سكور موجودة. لكن خلونا نرجع تاني للصين وفكرة التقييم الاجتماعي والسلوكي للشخص. فالتقييم زي ما ذكرته واحدة من المواقع البريطانية هيشمل كل نواحي الحياة، كل سلوكياتك الشخصية، بدءا من تشغيل الموسيقى بصوت عالي وإزعاج الجيران لحد أكبر حاجة ممكن تعملها. كل تصرف هيكون له نقاط، وتقييمك ده على فكرة ممكن يوقف لك حاجات كتير. يعني مثلا ممكن تيجي تحجز تذكرة قطر فتترفض، فتسأل ليه، فتلاقي ان ده عشان تقييمك ضعيف. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده كلام الموقع البريطاني. يعني انا مثلا متخيلة ان النظام ده لو اتطبق في مصر، ممكن يكون واحد رايح يخطب، فابو العروسة يقول له والله يا ابني انت الاي سكور بتاعك ضعيف، فانا للأسف مش هقدر اجوزك بنتي. او مثلا واحد متجوز فيقول لمراته بصي بعدي عن صاحبتك دي عشان انا سمعت ان السكور بتاعها مش كويس، وعشرات المهازل التانية اللي اكيد هتحصل في مصر. في مشاريع خاصة ببعض الشركات زي سيسم كريدت عندها قواعد بيانات لأكتر من 400 مليون مواطن صيني. واحدة من أهم النقاط اللي بتبني عليها التقييم هو أنت بتقعد وقت قد إيه تلعب جيمز، وده طبعا بتكون حاجة سهلة لأنها بتكون أونلاين. وده مثال لقاعدة بيانات هتكون واحدة من القواعد اللي الحكومة الصينية هتعتمد عليها. بس للأسف حتى المعايير دي مش عادلة، لأنها أكيد هتختلف من مدينة للتانية، وده طبعا للقواعد اللي كل مدينة هتحطها للتقييم. فمثلا في مدينة هتركز على أنت بتدفع فواتيرك أو لأ،
أماكن تانية هتهتم بسلوكياتك في المواصلات العامة، وأماكن تالتة هتهتم أنت كسرت إشارة المرور ولا التزمت بيها. فالعملية التقييمية برضو هيفضل فيها التدخل البشري، زي الحكام مثلا في مباريات كرة القدم أو في أي رياضة تانية، في واحد ممكن يحسب حاجة غيره ما يحسبهاش. المهم ان كل واحد هيكون له رقم اي دي خاص بيه يقدر يعرف من على الانترنت تقييمه اول باول. طيب سؤال صغير كده يتبادر لذهننا، هم ازاي هيعرفوا ان انا كسرت اشارة وانا ماشية او مثلا ما عدتش من اماكن عبور المشاة؟ بكل بساطة كل الاماكن العامة وكل المحلات مركبة كاميرات، والصين اشتغلت كويس جدا على تطوير برمجيات الفيس ريكوجنيشن. يعني مثلا انت لو ماشي في الشارع وعملت اي سلوك غلط وكاميرا صورتك، هيقدر النظام يتعرف عليك من بين ملايين الاشخاص اللي كانوا في الشارع طالما صور وشه. ليو هو صحفي صيني اتقبض عليه ودفع غرامة بسبب غلطة عملها وخلاص موضوعه خلص، بس لما راح يشتري تيكت طيارة لقى نفسه بلاك ليستد، يعني في القائمة السوداء، والقرار ده كان نتيجة لتقاريره، مش مثلا قرار منع من السفر من الحكومة خالص، لا ده كان بسبب السكور بتاعه. الابليكيشن بشكل اوتوماتيك منعه من بعض الحاجات زي السفر مثلا. ولسه هنشوف من الصين كتير، الموضوع كبير جدا، بس احنا خدنا رأس الموضوع، بس تفاصيله كتيرة جدا ممكن تاخد مننا حلقات كتير، لكن كان المهم النهاردة ان احنا نوضح الفكرة. في النهاية حتى لو كان الهدف من التقييم للصالح العام، بس اختراق خصوصيات الناس بالشكل ده فهو شيء غير انساني، واخطاء الناس ممكن يكون ليها اللي يبررها. يعني اللي كسر الاشارة ممكن يكون مستعجل لسبب يستحق، حالة انسانية، معاد قطر او طيارة، معاكم ان الغلط غلط، بس دوافع الغلط بتختلف، وفي ناس بتضطر تعمل غلط غصبا عنها لتتفادى مشاكل اكبر بكتير. اتمنى النظام ده ما يتطبقش في مصر، والا لو اتطبق ففي ناس كتير جدا هتتمنع حتى من دخول الحمام.